الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في أبواب الحج: الباب 49، باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام. هذا الباب موضوع لبيان فضل الحجر الأسود وعظيم منزلته عند الله وكبير قدره في قلوب المؤمنين، والأدلة الواردة في غفران الذنوب للذين يستلمون الركنين اليمانيين. وقد ورد في حديث رواه الخطيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجر يمين الله في الأرض. وفي سنده إسحاق بن بشر متروك الحديث، وقد جزم ببطلانه كثير من الحفاظ، وورد نحوه من حديث عبد الله بن عمرو رواه الحاكم، وفي إسناده عبد الله بن المؤمل سيء الحفظ، ورواه عبد الرزاق موقوفا على ابن عباس. وقوله يمين الله في الأرض ليس المعنى هو يد الله حقيقة، وتقييده بالأرض يدل على هذا، ولا يختلف العلماء في هذا، وأن الحجر ليس من صفات الله. وقد مرت بالحجر الأسود بعض الحوادث كتصدع حيث حدث فيه جراء حريق الكعبة، وذلك في عصر عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، فشده عبد الله بالفضة. ثم في زمن هارون الرشيد تزلزلت وتخلخلت هذه الفضة، فأمر هارون الرشيد 89 بالحجارة التي بينها الحجر الأسود أن تثقب بالماس، فثقبت من فوقها ومن تحتها، ثم أفرغ فيها الفضة. ثم جاء زمن القرامطة، فحين قدموا إلى مكة عملوا فيها أمورا عظاما، فكان من ذلك كسر الحجر الأسود وقلعه وسرقته والذهاب به إلى بلادهم هجر، وهي قرية معروفة من أعمال البحرين، وذلك في 17 وبقي في حوزتهم إلى 39، وكان سبب أخذه أن القرامطة عزموا على تحويل الحج إلى بلادهم هجر وصرف الناس عن الكعبة، واحتفظوا بالحجر الأسود وضببوه بالفضة، ومكث عندهم 22، ولم يتحقق لهم شيء من مرادهم، ومات في هذه الفترة حاكم القرامطة أبو طاهر القرمطي، فأتى به سنبر بن الحسن القرمطي إلى مكة، فوضعه في يده في محله من الكعبة يوم النحر قبل حضور الناس من منى للطواف والسعي، وقال: أخذناه بقدرة الله ورددناه لمشيئة الله. ويقال بأنهم باعوه على المطيع العباسي، وقيل غير ذلك في كيفية رده. قال أبو عيسى: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد، تقدم الحديث عنه، ثقة معروف. أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي الرازي القاضي. قال ابن سعد رحمه الله تعالى: كان ثقة
غير العلم يرحل إليه. وقال أبو حاتم ثقة. وقال أبو القاسم اللالكائي مجمع على ثقته. وقد مات سنة 88. وقد روى عنه الجماعة. وشيخه في هذا الحديث عطاء بن السائب. وقد اختلط بآخره، فمن روى عنه قبل الاختلاط فحديثه صحيح، ومن روى عنه بعد الاختلاط ففي حديثه نظر. وجرير ممن روى عنه بعد الاختلاط فلا يكون حجة، غير أنه لم يتفرد به. الإمام أحمد والنسائي وغيرهما من طريق حماد بن سلمة عن عطاء. وقد سمع حماد من عطاء قبل التغير في قول أكثر الأئمة، ذكر ذلك ابن معين وأبو داود. وقال الطحاوي رحمه الله تعالى: وإنما حديث عطاء الذي كان منه قبل تغيره يؤخذ من أربعة لا من سواهم، وهم شعبة وسفيان الثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة. قال عطاء عن سعيد بن جبير وهو الإمام المعروف ثقة تقدم حديث عنه، عن ابن عباس ثقة تقدم حديث عنه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشده بياضا، وهو أشد بياضا من اللبن. يؤخذ من هذا أن الجنة في السماء وليست في الأرض، لقوله نزل الحجر الأسود من الجنة، والنزول يكون من أعلى إلى أسفل. والحديث يحمل على ظاهره، وأن النزول حقيقي وليس فيه من الأدلة الشرعية أو الأمور العقلية ما يمنع من ذلك. ومعنى قوله فسودته خطايا بني آدم، وذلك لملاقات ما لا يناسبه، فإن الشيء ولو كان في غاية البياض يتغير. قد قال المحب الطبري رحمه الله تعالى في بقائه: أسود عبرة لمن له بصيرة، فإن الخطايا إذا أثرت في الحجر الصلد فتأثيرها في القلب أشد. وقيل في معنى هذا الحديث معان كثيرة، ولا أعلم على شيء منها دليلا ينصرها أو معنى يؤيدها، ولا يجوز تأويل الأحاديث على خلاف الحقيقة بدون دليل بين أو حجة قائمة. قال أبو عيسى رحمه الله: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. حديث عبد الله بن عمرو أخرجه الإمام أبو عيسى رحمه تعالى في هذا الباب، ويأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. قال: وأبي هريرة أخرجه ابن ماجه في سننه وسنده ضعيف. وفي الباب أيضا عن ابن وأبي هريرة أخرجه ابن ماجه في سننه وسنده ضعيف. وفي الباب أيضا عن ابن عباس، وهذا لم يذكره المؤلف رحمه تعالى في هذا الباب، وقد خرجه رحمه تعالى في آخر كتاب الحج تحت ترجمة باب ما جاء في الحجر الأسود بلفظ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر: والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن. وفي الباب إلام الركنين
يحطان الذنوب، رواه أحمد وغيره بسند قوي. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. قد تقدم قبل قليل أنه من رواية جرير عن عطاء، وقد سمع منه بعد الاختلاط، ومن سمع منه بعد الاختلاط فلا يصح حديثه. ويثبت الحديث برواية حماد بن سلمة عن عطاء، وقد جرى الحديث عن هذا من قبل. قال أبو عيسى: حدثنا قتيبة أخبرنا يزيد بن زريع، تقدم الحديث عنهما وهما ثقتان. عرج وهو ابن صبيح الحرشي أبو يحيى البصري، روى له الترمذي هذا الحديث الواحد، ولم يخرج له البقية، وقد ضعفه ابن معين والعقيلي وغيرهما، وقال أبو حاتم ليس بقوي. وقال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى عقب تخريج حديثه في صحيحه: لست أعرف رجاء هذا بعدالة ولا جرح، ولست أحتج بخبري مثله. وقد روى راجع هذا الخبر عن مسافع، وهو ابن عبد الله القرشي الحجبي، قال العجلي: تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في ثقاته. وقال ابن سعد: كان قليل الحديث، روى له مسلم وأبو داود والترمذي. قال مسافع: سمعت عبد الله بن عمرو ابن العاص يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الركن والمقام يقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما. ظاهره أنه بفعل الله وليس بسبب خطايا أهل الشرك، والأحاديث الأخرى بخلاف هذا. وقد ثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: ما من الجنة شيء في الأرض إلا الحجر الأسود. وسنده قوي، وهو أصح من حديث الباب وأوفق معنى. قوله: ولو لم يطمس، المفعول، ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب، قال دليل على فضلهما، غير أن هذا الخبر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا يروى عن عبد الله بن عمرو موقوفا قوله. قال الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى في العلل: رواه الزهري وشعبة كلاهما عن منسافع ابن شيبة عن عبد الله بن عمرو موقوفا، وهو أشبه. وقد جاء الخبر في مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن مسافع أنه سمع رجلا يحدث عن عبد الله، وهذا في سنده إبهام، ولا أحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثابتا به، وهذا في سنده إبهام، ولا أحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثابتا في فضل المقام، وإنما أمر الله جل وعلا الناس بقوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وحديث الباب أحسن أحواله أن يكون من قول عبد الله بن عمرو، وقد روى عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج قال: حدثني عطاء عن عبد الله بن عمرو وكعب الأحبار أنهما قالا: لولا ما يمسح به ذو الأنجاس من الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفي، وما من الجنة شيء في الأرض إلا الحجر الأسود.
وهذا أصح ما قال، وفيه عن أنس أيضا، وهذا أخرجه الحاكم وفي سنده ضعف، ولهذا قال أبو عيسى هو حديث غريب، وفي إسناده داود بن الزبرقان قال عنه غير واحد من العلماء بأنه متروك الحديث. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: الباب 50، باب ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها، أي يوم 8 من ذي الحجة، ويسمى يوم التروية. وأكثر العلماء يستحبون أن يصلي الحاج الظهر يوم التروية بمنى، ومن لم يفعل لعذر أو غيره فلا شيء عليه، فهذا السنة، فمن فعل ذلك فقد أحسن، فلا شيء عليه، فهذا السنة، فمن فعل ذلك فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ومن كان بمنى فإنه يحرم من مكانه ولا يشرع له الخروج إلى مكة والإحرام منها، فهذا أمر ليس له أصل في الشرع. وبعض العامة يستحبون الإحرام تحت الميزاب، وهذا أمر مبتدع ليس عليه أثارة من علم، فالسنة يحرم من المكان الذي هو جالس فيه، فإن كان في مكة يحرم من مكة ثم يذهب إلى منى، إن كان من الأبطح يحرم من الأبطح ثم يذهب إلى منى، وإن كان في منى يحرم من منى ولا يخرج عنها. قال أبو عيسى رحمه تعالى: حدثنا أبو سعيد الأشج، تقدم الحديث عنه، وهو عبد الله بن سعيد ثقة روى عنه الجماعة. قال: أخبرنا عبد الله ابن الأجلح، وهذا هو الكندي، واسم الأجلح يحيى ابن عبد الله، والأجلح لقب غلب عليه. قال أبو حاتم: والدارقطني لا بأس به، وقد ذكره ابن حبان رحمه تعالى في ثقاته، وروى له الترمذي وابن ماجه، ولا بأس بحديثه، ويصح وصفه بصدوق. عن إسماعيل ابن مسلم، هذا هو المكي أبو إسحاق مولى حذير من الأزد، أصله بصري، سكن مكة، وكان فقيها مفتيا، ولم يكن بذاك في الحديث. قال سفيان رحمه الله: كان يخطئ في الحديث. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث مختلط، ويكاد يتفق الحفاظ على أنه ضعيف. وقال آخرون بأنه متروك الحديث. روى له الترمذي وابن ماجه. قال إسماعيل عن عطاء وهو ابن أبي رباح عن ابن عباس قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم غدا إلى عرفات. قال أبو عيسى وإسماعيل بن مسلم قد تكلم فيه. قال نوح بن حبيب: إسماعيل بن مسلم العبدي والمخزومي والمكي. والمعني في هذا الخبر هو المكي، وقد تجنب الحديث عنه يحيى وعبد الرحمن، ورواية هذه ليست بشيء. ومعنى هذا الحديث صحيح، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، فقد قال جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها، أي في منى، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت
الحديث رواه مسلم في صحيحه. والسنة في يوم التروية أن يحرم قبل الزوال من المكان الذي هو مقيم فيه، ثم يذهب إلى منى ويصلي كل صلاة في وقتها قصرا بحكم أنه مسافر، ومن احتاج إلى الجمع فلا حرج من ذلك للأدلة الأخرى الواردة في الجمع. والسنة في هذا أن يصلي المسلمون مع ما وجدوا إلى ذلك سبيلا، وإذا تعذر هذا فإنه يحرص الكثير على توحيد كلمتهم وجمع شملهم، فيصلون مع على قدر الإمكان، ولا ينعزل كل واحد بصلاته في خيمة دون الآخرين، فإن هذا غير محمود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى، رواه أبو داود في سننه وغيره. والصواب من قول العلماء أن الجماعة واجبة حضرا وسفرا، فقد أمر الله جل وعلا بإقامة الجماعة في السفر في شدة الخوف، وهذا ظاهر القرآن، وهذا صنيع الصحابة رضي الله عنهم. واختلف العلماء رأي المسافر في المساجد، فقيل واجبة، وقال الأكثرون بأن ذلك ليس بواجب. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا أبو سعيد الأشج، أخبرنا عبد الله بن الأجلح، وقد تابعه يحيى بن المهلب عند أحمد وابن خزيمة عن الأعمش، تقدم الحديث عنه وهو إمام ثقة، قد ولد سنة 60، وقد ولد هو وقتادة في عام واحد، خرج له الجماعة، عن الحكم وهو ابن عتيبة الكندي مولاهم ثقة فقيه، روى له الجماعة ومات سنة مولاهم ثقة فقيه روى له الجماعة ومات سنة 115، عن مقسم وهو ابن بجرة مولى عبد الله ابن الحارث ابن نوفل، ويقال له مولى ابن عباس للزومه له، وثقه يعقوب بن سفيان والدارقطني. وقال الإمام أحمد بن صالح رحمه الله تعالى: مقسم ثقة ثبت لا شك فيه. وقال أبو حاتم: صالح الحديث لا بأس به، وضعفه بعض الأئمة لبعض مروياته. وقد خرج له البخاري في صحيحه حديثا واحدا في المغازي وفي التفسير، ولم يخرج له مسلم شيئا. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى الظهر والفجر ثم غدا إلى عرفات، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن الزبير، وهذا أخرجه الحاكم وغيره، قال: وأنس، وهذا متفق على صحته. ولم يشر المؤلف رحمه تعالى إلى حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء فيه: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. وهذا رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. قال أبو عيسى في الحديث عن حديث الباب: حديث مقسم عن ابن عباس قال علي بن المديني. عيسى في الحديث عن حديث الباب: حديث مقسم عن ابن عباس قال علي بن المديني قال يحيى قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا 5 أشياء وعدها،
وليس هذا الحديث فيما عدا شعبة. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث. حديث الوتري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر، وحديث ابن عباس في عزيمة الطلاق والفي، وحديث أن عمر قنت في الفجر، وأيضا عن مقسم رأيه في محرم أصاب صيدا. قال عبد الله بن الإمام أحمد: قلت لأبي: فما روى غير هذا؟ أي ما حكم ما روى؟ قال الإمام أحمد رحمه تعالى: الله أعلم، يقولون هي كتاب. وقال الإمام أحمد رحمه تعالى: قال شعبة، أي في إضافة الحديث الخامس: لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة والصيام. وحينئذ يعد حديث الباب معلولا، وقد جاء الخبر من غير وجه عن أنس في الصحيحين، وعن جابر في صحيح الإمام مسلم، وعن عبد الله بن الزبير عند الحاكم، وعن ابن عمر رواه ابن ماجه مرفوعا، ورواه مالك في الموطأ رحمه الله تعالى موقوفا، وفيه غير ذلك والله أعلم. نقف على الباب الواحد والخمسين، باب ما جاء خمسين، باب ما جاء أن منى مناخ من سبق، والله أعلم. نعم، أشرت أنا إلى هذا في أول الشرح، قلت أن رواية ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عمرو وكعب الأحبار أصح من حديث الباب وأوفق معنى. والأثر الذي أورده المؤلف رحمه تعالى في الباب حديث مسافع عن عبد الله بن عمرو صححه موقوفا بعض الحفاظ، ويحتمل أيضا حتى أن الموقوف معلول، فقد رواه عبد الرزاق رحمه الله تعالى في مصنفه عن جريج عن الزهري عن مسافع أنه سمع رجلا يحدث عن عبد الله. فسواء صح رجح هذا الإسناد أو قيل بأنه يصح موقوفا فهذا مما أخذه عبد الله بن عمرو عن أهل الكتاب، وجاء عنه ما يفيد معنى آخر، والمعنى الآخر أصح وأوفق مع الأدلة الأخرى. فعبد الله بن عمرو يقول: ما من الجنة شيء في الأرض إلا الحجر الأسود، وهذا إسناد صحيح. وكذا الخبر يقول إن الركن والمقام يقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورهما ثم قال: ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا. هذا يفيد أنه بفعل الله، والأدلة الأخرى تفيد أنه لا بفعل الآدميين بسبب خطاياهم وبذنوبهم. ففي نكارة هذا المتن، وقد أشرت إليه من قبل، والإسناد أيضا معلول، وحتى الموقوف في كلام. وقد جاء ولو ثبت موقوفا فعن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا ما هو أصح منه وأوفق معنى يتوافق مع الأدلة الأخرى. نعم، هو أشار أبو عيسى الأول، قال أبو عيسى: هذا يروى عن عبد الله بن عمرو موقوفا قوله. وهذا الذي رجحه الإمام أبو حاتم في العلل حين قال: رواه الزهري وشعبة كلاهما عن مسافع عن عبد الله بن عمرو موقوفا، قال أبو حاتم: وهذا أشبه. ثم قال أبو عيسى: وفيه عن أنس أيضا، وهو حديث غريب يحتمل أحد معنيين، يحتمل أن الغريب حديث الباب وهو ضعيف، وهذا لا إشكال فيه أنه ضعيف معلول، وقد عله أبو عيسى بقوله أو بذكر الموقوف، ويحتمل وهو غريب إلى حديث أنس الذي رواه الحاكم في إسناد داود بن الزبرقان، وهذا خبر منكر أيضا. فالغرابة لهذا وهذاك المعنيان متفقان، هذا منكر وذاك منكر. هذا السائل يقول: في منى الصلاة، فهل يجمعها جمع تقديم أم جمع تأخير؟ المسافر حين يريد الجمع إن كان قد جد به السير فإنه يجمع جمع تأخير، وإن كان نازلا
وقد احتاج إلى الجمع فإنه يجمع جمع تقديم. والجمع لا يختص بالسفر، فإن الحاضر حين تدعو الحاجة إلى ذلك يجمع، القصر يختص بالسفر دون الحضر، والجمع لا يختص بالسفر. فإذا احتاج الحاج إلى الجمع بين الصلاتين فله أن يجمع، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير، يراعي ما هو الأرفق فيه. وقد أشرت في الدرس إلى أن اجتماع الكلمة مطلوب، وأن الناس يصلون جميعا على قدر الطاقة، وإذا لم يتهيأ هذا فإن أصحاب الخيام المجتمعة يصلون معه ويوحدون كلمتهم ويوحدون صفهم ويؤلفون بين القلوب، ويحصل في ذلك من الفوائد أضعاف ما لو صلى المرء وحده أو مع جماعته في خيمته أو مكانه. السائل يقول: امرأة مرضت أثناء عمرتها ورجعت لبلدها وهي لم تكمل سعيها ولم تأخذ من شعرها. قرر امثال هذه الأسئلة، وأن بعض الحجاج ومعتمرين لا يكملون وهم يضربون آلاف الكيلوات للوصول إلى بلد الله الحرام، ثم يرجعون مأزورين غير مأجورين، لأنهم لا يؤدون الواجبات ولا ينتهون عن فعل المحرمات. وهذا له أسباب كثيرة، من ذلك ضعف التقوى، ومن ذلك ضعف الجانب العلمي، ومن ذلك ضعف التوعية في واقع الناس والمجتمعات. وهؤلاء كان بإمكانهم السؤال والاستفسار من أهل العلم، وفي هذا العصر يتأتى سؤال أهل العلم أسهل مما كان عليه الأمر من قبل، لوجود التواصل عبر الأجهزة وغيره، سواء كان عبر النت أو كان عبر الجوال أو عبر الهاتف أو غير ذلك. والصواب من قول العلماء أن السعي في الحج والعمرة واجب، فقد قيل أن السعي ركن، وقيل بأن السعي سنة، وقيل بأن السعي واجب. والصواب من قول العلماء أن السعي، أو الصواب من مذاهب أهل العلم في هذه المسألة، أن السعي واجب. والجمهور يذهبون إلى أن من ترك واجبا فإنه يذبح دما في الحرم، ومن لم يفعل ذلك فلا شيء عليه، يستغفر الله ويتوب إليه. وهذه الأخت لم تكمل سعيها ولم تأخذ من شعرها، ولا يترتب عليه سؤال آخر: هل كانت الأخت متزوجة أم لا؟ فإن كانت متزوجة وجامعها زوجها قبل أن تكمل سعيها وأن تحلق شعرها، فهذا يقتضي إجابة دم في قول الجمهور الذين يقولون بأن السعي واجب. وإن لم تكن هذه الأخت متزوجة فحين العلم بهذا الحكم تأخذ من شعرها ويسقط عنها الواجب وتستغفر الله وتتوب إليه، وإن أخذت بقول الجمهور بذبح دم في الحرم فهذا قد يكون أحوط وأبرأ لذمتها. وإن لم تأخذ بهذا الرأي وأخذت برأي هذا السائل من الرياض يقول: هل هناك فرق بين الصلاة المسافر من حيث الحكم الشرعي لوجوب الجماعة أو وجوب الصلاة في المسجد، فيفرق بين الجماعة وبين المسجد؟ نعم، فيها أدلة على هذه المسألة. الجماعة واجبة لقوة الأدلة في هذا الباب،
قد أمر الله جل وعلا بالجماعة في صلاة الخوف وقد كانت في السفر. والأدلة على هذا قوية وواضحة وهي كثيرة في هذا الباب. أما صلاة المسجد فقد استدلوا على عدم وجوبها بالحديث الذي رواه الخمسة حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم فجر في مسجد الخيف، فحين سلم إذا هو برجلين في أخريات القوم لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهم أن ما منعكم أن تصليا معنا لستم مسلمين؟ قلنا بلى يا رسول الله ولا تصلينا في رحالنا. فقال أن لا تفعل، فإذا أتيتم مسجد جماعة وأنتم مسلمين؟ قلنا بلى يا رسول الله ولا تصلينا في رحالنا. فقال أن لا تفعل، فإذا أتيتم مسجد جماعة وهم يصلون فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وهذا الحديث قوي الدلالة على أن المسجد غير واجب في السفر، وهو الذي أخذ به جمهور الأئمة كمالك أبي حنيفة ومالك والشافعي، وقول الحنابلة هو قول الجمهور. في أسئلة كثيرة متعلقة بغير الحج إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى أجيب عنها في درس التوحيد، فالآن أحاول أن أخذ الأسئلة المتعلقة بالحج. هذا الأخ يقول: بالنسبة لأهل مكة إذا أحرموا من منى فهل يصلون قصرا؟ هذه مسألة من مسائل الخلاف. قال بعض العلماء بأنهم يقصرون على اعتبار أن القصر للنسك وليس للسفر، على اعتبار أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عن أحد منهم أنه كان يتم، ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ممن صلى وراءه في منى أو في عرفات أن يتم صلاته. فهذا يحتمل أحد أمرين: الأمر الأول أن هذه المسافة مسافة سفر، لأن المسافة لا تحدد بمسافة وإنما تحدد بالعرف، فقد كانوا يعتبرون هذا في عرفهم سفرا، لن يأخذون له زادا وراحلة. الاحتمال الثاني أنهم يقصرون معه باعتبار أن القصر من أجل النسك، وهذا ذهب لي طوائف من أهل العلم. فالقول الثاني في المسألة أن أهل مكة حين تقاربت البيوت وتلاصقت مع منى لا يقصرون في منى، لأن القصر للسفر وليس للنسك. ولعل هذا هو الأقرب إلى الصواب، فحينئذ يتمون صلاتهم وحين يذهبون إلى عرفة إن كانوا يعتبرون هذا سفرا في عرف يقصرون، وإن كانوا يعتبرونه موطن إقامة يتمون. وقد اختلف العلماء رحمه تعالى في تحديد أمر السفر، منهم من حدد بأربعة برد، وهذا قول الحنابلة وجماعة من الأئمة، وهذا مروي عن ابن عمر وابن عباس وطوائف. والبريد يقدر بعشرين كيلو مترا، ومنهم من قدر بأكثر من هذا بقليل، ومنهم من قال إذا خرج ثلاثة أميال قصر، ومنهم من قال إذا خرج بريدا. السفر لا يحدد بمسافة أبدا، يحدد ذلك بالعرف. ومنهم من قال ما أخذ له الزاد والراحلة فإنه سفر، ومنهم من قال ما كان أكثر من يوم وليلة فإنه سفر، ومنهم من قال ما كان أكثر من يوم لحجة سفر المرأة مسيرة يوم، وغير ذلك من الأقوال الواردة في هذا الباب. ولعل أقربها قول من قال بأن السفر يحدد بالعرف. نعم قد يقول بعض الناس يختلفون في ذلك، فنقول لا حرج أن الإنسان يعمل بعرفه وعرف أهل بلده، وفي نفس الوقت لا تثريب على أحد أخذ بشيء من هذه الأقوال، فإن هذه المسألة من مسائل الاجتهاد. وقد كان أئمة السلف يقولون فيما يريدون من مسائل الاجتهاد: كلامنا الصواب يحتمل الخطأ، وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب. هذا السائل يقول: إذا سترت المرأة وجهها
أثناء الإحرام بدون عذر هل عليها كفارة من صدقة أو صيام أو نسك؟ هذه المسألة من مسائل الاختلاف عند الفقهاء. فمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن المرأة تكشف وجهها إذا لم يكن ثم أجنبي، فإن غطت وجهها بحضرة محارمها. والقول الثاني في المسألة أنه ليس في الأدلة ما يوجب على المرأة أن تكشف وجهها ولو بحضرة محارمها، وهذا أقوى. وحينئذ إذا غطت المرأة وجهها بحضرة محارمها فلا دم ولا كفارة عليها. وعلى الصحيح أنه لا كفارة عليها ولو قيل بوجوب كشف الوجه بحضرة محارمها. وأما بحضرة الأجانب فيجب على المرأة أن تغطي وجهها في الإحرام وغيره، لقول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقد روى ابن جرير وغيره من رواية عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح: جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقد روى ابن جرير وغيره من رواية عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح بن حدير عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: أمر الله نساء المؤمنين أن يغطين وجوههن ولا يبدين إلا عينا واحدة. وهذا سنده قوي، فإن عبد الله بن صالح كاتب الليث صدوق سيء الحفظ، فإذا توبع أو حصل اليقين بأنه لم يخطئ فإنه يقبل خبره. وقد احتج البخاري رحمه تعالى برواية في بعض المواضع في صحيحه، واحتج البخاري رحمه تعالى بهذه الصحيفة. وقال الإمام أحمد رحمه تعالى في مصر صحيفة لعلي بن أبي طلحة: لو رحل إنسان إلى مصر لكان قطاع بين علي طلحة بن عباس، فإنه ينتفي بمعرفة الواسطة لكذاك الطحاوي وغيره، فإن علي بن طلحة يروي عن ابن عباس بواسطة سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد، فانتفت شبهة الانقطاع. وبدليل فعل أسماء عند مالك ومطلب ساد صحيح أن الركبان حين يقبلون تغطي وجهها، وهذا ساد صحيح رواه مالك وغيره، وجاء نحوه عن عائشة. وفي حديث عائشة لين: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في أبواب الحج: الباب 51، باب ما جاء أن منى، وقد قيل بأن منى سميت بهذا الاسم لما يمنى بها أن يراق من الدماء، مناخ لمن سبق أو من سبق. فأراد الإمام أبو عيسى رحمه تعالى من هذه الترجمة أن يبين أن الأحق في منى هو من أتى إلى الموضع الذي يريد قبل أخيه، وأن البناء في منى غير مشروع، لأن منى موضع عبادة، أن منى موضع عبادة والأرض موقوفة، فلا يحل لأحد أن يملك منها شيئا. قال أبو عيسى: حدثنا يوسف ابن عيسى، وهذا هو ابن دينار الزهري أبو يعقوب المروزي، حدث عنه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وقال عنه بأنه ثقة، وقد مات 49. قال أبو عيسى: ومحمد بن أبان، وهو البلخي ويعرف بحمدويه، وكان مستملي وكيع ابن الجراح، روى عنه الجماعة حاتم
صدوق، ووثقه النسائي وذكره ابن حبان في ثقاته. وقال الحافظ ابن أبي شيبة رحمه الله: ليته قدم الكوفة حتى ينتفع به. وقد مات ببلخ سنة 44 و200. قال يوسف: ومحمد أخبرنا وكيع، وهو ابن الجراح الثقة الإمام المشهور، خرج له الجماعة وتقدم الحديث عنه. قال وكيع عن إسرائيل، وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق الهمداني السبيعي. قال عنه الإمام أحمد: كان شيخا ثقة، وجعل يعجب من حفظه، وقد تقدم الحديث عنه ومذاهب العلماء فيه، وقد روى له الجماعة، ومات سنة 60 و100، وقيل 62 و100. قال إسرائيل عن إبراهيم ابن مهاجر ابن جابر البجلي الكوفي. قال علي بن المديني: له نحو 40 حديثا. وقال الثوري وأحمد بن حنبل: لا بأس به. وقد ضعفه ابن معين، وقال يحيى القطان: لم يكن بقوي. وقال الحافظ الفسوي رحمه الله تعالى: له شرف ونبالة، حديثه لين. والفصل فيه أنه صدوق يحدث بأحاديث لا يتابع عليها، فيعتبر به في المتابعات والشواهد وأحاديث الفضائل، ولا يقبل تفرده بالأحكام. وقد روى له الجماعة سوى البخاري. ولا أعرف هذا الحديث من غير طريق إبراهيم ابن مهاجر، فقد تفرد به عن يوسف ابن ماهك، ويوسف عن أمه مسيكة، ومسيكة عن عائشة. ويوسف ابن ماهك هذا هو الفارسي المكي، وثقه ابن معين والنسائي وابن خراش، وقد مات سنة 13 و100، وروى له وابن خراش، وقد مات سنة 13 و100، وروى له الجماعة. يوسف عن أمه مسيكة، ولا يعرف عنها راو غير ابنها، وخرج حديثها أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم وصححه، وأورده الإمام ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه، وقال: إن ثبت الخبر فإني لست أعرف مسيكة بعدالة ولا جرحا، ولست أحفظ لها راويا إلا ابنها. وقد أعلى بعض العلماء هذا الخبر بجهالتها، وهذا فيه نظر، فقد يعل بتفردها عن عائشة، حيث روى الحفاظ وأئمة التابعين عن عائشة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، ولم يأتي شيء مثل هذا، ولم يذكر أحد ما ذكرت مسيكة. وكون مسيكة تتفرد بمثل هذا بسند فيه إبراهيم ابن مهاجر وفيه لين، دلالة على ضعف الخبر، وأنه لم يقع ضبط له. قالت مسيكة عن عائشة: قالت: قلنا يا رسول الله، فيها الأدب في الخطاب وفي خدمة أهل الفضل والعلم، فيحتمل
أن عائشة قالت ذلك وحدها سيكون من باب خدمة المرأة لزوجها، ويحتمل يكون معها غيرها من الصحابة، فقد أتت بلفظ الجمع قلنا، فيكون هذا من باب خدمة أهل الفضل والعلم والدين، ومن له السابقة في الإسلام والخير والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ألا نبني لك بناء، قولها ألا نبني لك بناء يظلك بمنى، قال لا، منى مناخ من سبق. يريدون بذلك تخصيص مكان للنبي صلى الله عليه وسلم ليكون مانعا للآخرين من الجلوس فيه، وهذا غير مشروع، لأن منى موضع عبادة، فلا يختص أحد بمكان الذي سبق إليه. والأبنية المحدثة في منى غير مشروعة، ولا يستثنى من ذلك إلا ما كان لمصالح المسلمين العامة، والذين يتخذون الخيام في منى متاجرة في ذلك يعدون آثمين، فهم يبيعون ما لا يملكون. والأرض فالأرض موقوفة وموضع عبادة، فلا يحل لأحد أن يتخذ من سلطانه أو منصبه سلما للتجارة في أرض موقوفة أو أرض دعا الله عباده إلى عبادته فيها وأمرهم بالمبيت بها. وكثير من الناس يبالغ في أجرات هذه الخيام أيام، ويمنع الحجاج من أداء نسكهم في منى، ويجعلهم يبيتون على الأرصفة وفي الشوارع وممرات الناس، ولا يأذن لهم بالمبيت في هذه الخيام بحجة أنه مستأجر، ويبحث عن الربح في ذلك، وهذا منكر لا يقرون عليه. والحاجة ملحة إلى تمكين الحجاج من خيام منى بدون عوض، وقد وضعت هذه الخيام من بيت المال، وهو مشاع ومستحق لكل المسلمين. وإذا تعذر هذا فقد يقترح ببيع الخيام بثمن المثل أو أقل، ويكون الحاج يستأجر من أهل الشأن دون السنافرة يأكلون أموال الناس بالباطل، ويبيعون الخيمة بالآلاف ويلحقون الضرر بالآخرين. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. وقد قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى في كتاب العلل: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. ثم قال رحمه الله: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. وقد تقدم الحديث عن ذلك بتوسع وشرح وتفصيل، بمعنى أن هذا التعريف في اللفظ المقصور على الحسن دون إضافة لفظ آخر كغريب أو صحيح. وحديث الباب يعل بعلتين: الأولى تفرد إبراهيم ابن المهاجر، فإنه لين الحديث ولا يقبل تفرده في الأحكام. الثانية تفرد مسيكة عن عائشة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: الباب الثانية والخمسون
باب ما جاء في تقصير الصلاة بمنى، أي لأهل مكة أو غيرهم. إن الأفاقيين يقصرون باعتبار السفر، وأما أهل مكة فيقصرون في منى باعتبار النسك في قول طائفة من أهل العلم. وقال آخرون يقصرون على اعتبار أنهم مسافرون، فإن السفر لا يحدد بمسافة، والقصر معلق بالسفر وجودا وعدما، ولا علاقة للنسك في القصر، بدليل أنهم لا يقصرون في مكة. وهذا الصواب من قولي العلماء، فإن أهل مكة يقصرون في منى إن كانوا مسافرين، وإذا لم يكونوا مسافرين فلا يقصرون. وفي هذا العصر حين تواصل العمران وأصبحت منى حيا من أحياء مكة، فإن أهل مكة حين يذهبون إلى منى لا يقصرون، لأنه ليس في ذلك أو لأنه ليس من ذلك مسوغ للقصر، ومجرد النسك ليس مسوغا، فإن القصر بالكتاب والسنة مربوط بالسفر دون غيره. ومن قال بأن القصر لأهل مكة مربوط بالنسك ففيه نظر، بدليل أنهم لا يقصرون في مكة وهم في نسك، فعلم أن القصر ليس من أجل النسك. وقد أشار الإمام أبو عيسى رحمه تعالى إلى هذه المسألة، فقال رحمه تعالى: حدثنا قتيبة أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب، حديث رجاله ثقات وأنه متفق على صحته. قال حارثة: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين. وهذا صريح في أن قصر الصلاة للمسافر غير مختص بالخوف، فقد قال بعض العلماء بأن القصر مختص بالخوف تمسكا بمفهوم قول الله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقصر النبي صلى الله عليه وسلم بدون خوف يبين المعنى الصحيح للآية، وأن المفهوم خرج مخرج الغالب، أو أن القصر شرع لسبب، وحين زال السبب بقي الحكم، بدليل آخر كالرمل شرع لسبب إغاظة المشركين وإظهار القوة، وحين زال السبب ولم يكن في مكة مشرك رمل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكان الرمل سنة مطلقة، والقصر في السفر سنة وهو أفضل من الإتمام، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، وهذا المشهور في مذهب الشافعي ومذهب أحمد وعن أبي حنيفة ورواية عن الإمام مالك: القصر واجب. وفي هذه المسألة مذاهب أخرى في هذا الباب، وأصحها أن القصر سنة والإتمام مكروه، ولا يختص القصر بسفر الطاعة، فالصواب من مذاهب الأئمة أن القصر سنة في كل سفر سواء كان طاعة
أو معصية. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: وفي الباب عن ابن مسعود، وخبره متفق على صحته. قوله: وابن عمر، عمر رواه البخاري ومسلم، وأنس رواه البخاري ومسلم. قال أبو عيسى: حديث حارثة ابن واهب حديث حسن صحيح، وقد رواه الإمام مسلم رحمه تعالى بهذا الإسناد، ورواه من طريق زهير حدثنا أبو إسحاق، ورواه البخاري في صحيحه من طريق شعبة عن أبي إسحاق. قال أبو عيسى: وروي عن ابن مسعود أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، فإن الرباعية تقصر ركعتين، ولا يختلف الفقهاء بأن القصر لا يقع إلا في الرباعية، ولا يعلم في ذلك خلاف إلا في صلاة الخوف. فقد قال بعض العلماء بأن إذا اشتد الخوف والتحم الجيشان وعجز المسلمون يصلوا صلاة الخوف، فإن كل واحد يصلي وحده ولو ركعة واحدة، بدليل حديث ابن عباس في صحيح الإمام مسلم، وهذه مسألة خلافية. أما في السفر فلا يختلف العلماء، لأنه لا يقصر من الصلوات إلا الرباعية، فتصلى الفجر ركعتين بإجماع المسلمين، صلى المغرب ثلاثا بإجماع المسلمين، وتصلى الظهر والعصر والعشاء ركعتين. قال ابن مسعود: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر وعثمان ركعتين، صدرا من إمارته. هذا الخبر رواه البخاري ومسلم دون قوله وعثمان إلى آخره داود. قال أبو عيسى: وقد اختلف أهل العلم في تقصير الصلاة بمنى لأهل مكة، أي فقيل يقصرون وقيل لا يقصرون، والذين يجوزون القصر يختلفون في موجبه، فمنهم من قال للنسك، ومنهم من قال للسفر. وقد أشار أبو عيسى رحمه تعالى إلى هذا وذاك، فقال رحمه الله: قال بعض أهل العلم: ليس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى إلا من كان بمنى مسافرا، وهو قول ابن جريج وسفيان الثوري ويحيى ابن سعيد القطان والشافعي وأحمد وإسحاق، لأن الأدلة كتابا وسنة صريحة في حصر القصر في السفر دون غيره، ولأنه لو كان القصر للنسك لم يكن لمنى اختصاص في هذا، فيرخص لهم بالقصر في مكة، وهذا لا يجوز المصير إليه، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. وقد كان عمر رضي الله عنه إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين، ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. رواه مالك رحمه تعالى في الموطأ بسند صحيح، وقد جاء مرفوعا من حديث عمران ولا يثبت. قال أبو عيسى: وقال بعضهم: لا بأس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى، وهو قول الأوزاعي ومالك وسفيان ابن عيينة وعبد الرحمن ابن مهدي وهؤلاء وآخرون من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد، يذهبون إلى أن القصر في منى وعرفات ومزدلفة للنسك، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم
أمر من صلى خلفه بمنى وعرفة ومزدلفة من المكيين أن يتموا الصلاة، وليس بين مكة ومنى مسافة قصر، وهؤلاء مصيبون في كون أهل مكة يقصرون مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة في منى وعرفات ومزدلفة، ولم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أهل مكة بالإتمام، ولا حكي هذا عن خلفائه. ويبقى تعليل هؤلاء بأنه للنسك فيه نظر، لأن القصر معلق بالسفر وجودا وعدما، ولهذا فالصواب أن قصر أهل مكة في منى لأجل السفر، بدليل أنهم لم يكونوا يقصرون في مكة وهم في نسك، ولا يجوز التفريق بين المتماثلين ولا التعليل بعلة غير مضطردة. ويؤخذ من قصر في منى أن القصر يشرع في كل سفر سواء كان قصيرا أم طويلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد مسافة القصر بحد زماني ولا مكاني، ويرجع في مسمى السفر إلى العرف. وفي هذا الوقت حين اتصلت مباني مكة بمنى وأصبحت منى حية من أحياء مكة، فلا يشرع لأهل مكة القصر في منى، ويؤمرون بالإتمام، لأن القصر معلق بالسفر وجودا وعدما، والله أعلم. نقف على هذا ونأخذ إن شاء الله تعالى في الدرس القادم الباب الثالث، أو نأخذ إن شاء الله تعالى الباب الثالثة والخمسين، باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء فيها. والآن أخذ أسئلة الإخوة. نعم، إذا احتاج الإنسان لهذا يعني اضطر لشراء خيمة فلا حرج من ذلك. نعم، لا ولا تبيعه إذا أعطيت مثلا حملة بمبلغ، ليس لهؤلاء أن يبيعوا على الآخرين ولا أن يتاجروا في أرض موقوفة، فإن منها مناقل من سبق. صرف النظر عن هذا الحديث أنه ضعيف، ولكن نستنبط الأحكام من أصل موضع العبادات، وأن أرض منها أرض موقوفة، لا يحل لرجل ولا لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتاجر في هذه الأراضي التي شرع الله لعباده أداء النسك فيها. فحين نتبايع في هذه الأراضي وقد شرع الله للعباد النسك فيها، حين نمنع أعدادا كبيرة من أداء العبادة في هذه الأرض الموقوفة. لا يبني شيئا في ذلك إلا ما كان من مصالح المسلمين العامة. وإذا سبق العبد والحاج إلى موضع له يتخذ في هذا الموضع مسكنا بقدر حاجته، ولا يأخذ أكبر من حاجته، لأنه لست بحاجة إلى المواطن الأخرى. ولا حرج من التنظيم، لا حرج من إيجاد أشياء أخرى تنظم، لكن أن تكون الأراضي مكانا للتجارة هذا مرفوض بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، لأنه ليس لهذا أصل لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام السلف رضي الله عنهم. وإن كان ولا بد كما أسلفت من التجارة في هذا الخيام، فلا داعي أن مثل الجهة المختصة تبيع على أحد التجار، ثم هذا التاجر يبيع على المطوف، ثم المطوف يبيع على آخر، تباع الخيمة مثلا بمئتي ريال، ثم الثاني يبيع على الآخر بـ400، ثم الآخر يبيع على الآخر بـ1000، ثم الرابع يبيعها بـ3000، ثم الخامس يبيعها بـ10000. ثم تقول حينئذ ينبغي منع هذا الباب من الأصل، ولكنها قد بنيت من بيت المال، فبالتالي يمكن الناس من السكنة مجانا دون أخذ عوض، وينظم لهم هذا السكن. أما الحاج حقيقة حين تباع الخيمة بثمن كبير، حقيقة لا يجب عليه استأجر، لا هو يستجي مباشرة إلى مزدلفة أو إلى أي موضع من، لأنه غصب حق وأخذ، فلا يمكن من أداء العبادة إلا بمبلغ، هذا لا يجب عليه، بالتالي لا هو يبيت في أي موضع يريده.
لأنه يعتبر حينئذ سقط الواجب عنه. فإذا غلب على الظن أنه لا يوجد له مكان إلا ببيع ومتاجرة المشاعر فلن نمكن الآخرين من العبث في المشاعر بالبيع والشراء، فبالتالي له أن يسكن في مزدلفة أو في مكة. إذا وجد مكانا في منى وليس له يعني شخص يمنع من ذلك فإنه يسكن فيه لأن هذا حقه، وقد أمر بأداء العبادة فيه لأن هذا حقه، وقد أمر بأداء العبادة ورسم حق الآخر يقيم مبنى في هذا المكان. فإذا وجدت مكانا أسكن فيه، إذا جاء صاحب الذي زعم أنه قد اشتراه فلا حرج أن أخرج عن هذا المكان، لكن كبداية لا حرج أن يسكن في أي مكان يجده ما لم يتيقن لآخر قد بدل في مالا يريد يسكن فيه هو وأهله، فلا أزاحم في هذا المكان ولا أشاجر الآخرين من أجلي السكن، فترتب على ذلك قطيعة ويترتب على ذلك إحن وضغائن، لأن هذا الواجب قد يترك ولا سيما مختلف فيه، لكن توحيد القلوب أمر متفق بمطالبة به، الله جل وعلا أمر بإقامة الدين وعدم التفرق، وأمر الله جل وعلا بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال الله أنا أقيم الدين ولا تفرقوا فيه، فالله جل وعلا أمر بإقامة الدين ولكن في نفس الوقت نهى عن التفرق، فلا نقيم الدين بالتفرق، فلا نقيم هذه العبادة بإيجاد إحن وضغائن ومشاكل مع الآخرين، إن تيسر مكان، إن تيسر مكان بدون مشاكل وبدون إحن وبدون ضغائن وبدون معارك مع الآخرين فبها ونعمت، وإن لم يتهيأ مكان فحينئذ قد رخص الله لي أن أبيت حيث شئت. من العلماء من يرى المبيت في مزدلفة لاتصال الخيام، ومن العلماء من لا يرى هذا، هو الصواب أنه يبيت حيث شاء. نعم الأخ يقول يعني سؤال جيد، يقول بمن هذا الخبر ضعيف كيف نأخذ الحكم؟ أنا شرط لي من قبل أنت الحديث معلول بعلتين، العلة الأولى تفرد إبراهيم بن مهاجر ولا يقبل تفرده في الأحكام، العلة الثانية مسيكة منهم من أعلى خبرها بالجهلة، قلت إن هذا قد يكون فيه نظر وقد يعل خبرها بالتفرد عن عائشة، وأن عائشة وصف أمر الله بالعبادة فيها، كيف أتخذ مكانا وأتاجر فيه؟ كيف أتاجر في أرض غيري؟ فحين لا تجد التجارة في مثل هذا، كل الخيام توضع في منى هذا لا حرج منه، ولكن لتمكين الناس من البقاء فيه وليس لبيعها. ولذلك يوجد الآن في منى بعض الأماكن لم تسكن ما اشتريت، وفي نفس الوقت لا يمكن الآخرون من سكنها، وهذا في الحقيقة الحاق ضرر بالحجاج لمصالح شخصية وذاتية، وهذا لا يقر شرع. ما كان الصحابة ولا التابع ولا العلماء المتبوعون يتاجرون في أراضي منى ويأتون بحكم مناصبهم أو بحكم رياساتهم يضعون خياما ويبيعون على الآخرين، من المناخ لمن سبق كأصل شرعي صرف النظر عن حديث الباب، من سبق إلى مكان وضع خيمته ومتاعه فيه دون أن يؤذي الآخرين، ولا حرج في أصل الشرع أنه يمنع من هذا المكان لأنه في أمام الآخرين، ولا حرج في أصل الشرع أنه يمنع من هذا المكان لأنه في أمام ممرات الناس، وهذا ما الشرط اللي قلت يستفيد من ذلك مصالح المسلمين العامة كالممرات والطرق والشوارع وأماكن للإسعاف ونحو ذلك، هذه من مصالح المسلمين العامة، لكن توضع مصالح شخصية للبيع والشراء هذا هو المرفوض شرعا وعقلا. نعم فإذا وجد مصلحة، الأخ يقول لو استبنيت مثلا الخيام بمباني تكون كأدوار، هذا من باب المصالح لا حرج من ذلك، وليس هذا بمرفوض مدام في مصلحة للحجاج، المرفوض أن تكون مصالح شخصية هذا ما أتحدث عنه، وتكون مثلا بيعا وشراء. أما لو وضعت في أماكن القيام أدوار وهذا يكون في يصل في مصلحة الحجاج فكل من يسعى لمصلحة الحجاج وهذا أمر محمود والمرفوض ولا نتحدث عنه، وأقرر على خبر الباب أن تكون مسألة شخصية أو تتخذ منها مكاناً للتجارة هذا مرفوض مطلقاً بأي وجه من الوجوه، فمن أراد يضع الخيام فيضعه مجاناً والناس يأتون إلى ذلك ويسكنون فيه دون أخذ العوض عنهم، ولا يقول أن قائل بأن العوض يؤخذ في مقابل الخيمة والكهرباء ونحن ذلك، لأن هذا في مصالح المسلمين عامة ومن بيت مال المسلمين ليس من مال الشخصي حتى يتقاضى ذلك ثم يأخذ من الناس، ثم لو قدر وجد هذا الشرط اللي من قبل يكون بثمن معقول ليس بالآلاف، وتكون المسألة البيع والشراء مع أهل الشأن
ما يبيع على شخص ثم الآخر يبيع على آخر ثم الآخر يبيع على آخر، ثم النتيجة الذي يتضرر ويلحق الضرر هو الحج. هذا السائل من الكويت يقول: ما حكم الرمي قبل الزوال في أيام التشريق؟ وما حكم استخدام الصابون؟ فيه خلاف، منهم من منع من ذلك مطلقا سواء كان في اليوم الأول أو في يوم النفر الأول أو في اليوم الثالث عشر، وهذا مذهب الجمهور. وهؤلاء يستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يرمي قبل الزوال، وقد جاء في حديث جابر في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ضحى ومن الغد بعد الزوال. ويستدلون بحديث ابن عمر في البخاري: كنا نتحين، كنا أي معشر الصحابة نتحين زوال الشمس، فإذا زالت رمينا. قال الجمهور: كون الصحابة يتحينون الزوال هذا إشارة إلى أنه لا يصح الرمي قبل الزوال. ويستدلون بما روى مالك الموطأ عن نافع عن ابن عمر قال: لا ترمى الجمار إلا بعد الزوال. ويقول هذا بمنزلة الصلاة في الوقت، فمن رمى قبل الزوال فإنه بمنزلة من صلى وأدى الصلاة قبل وقتها، وأداء الصلاة قبل وقته لا تصح. إذن أداء الرمي قبل وقته لا يصح. القول الثاني في المسألة: من أجاز الرمي قبل الزوال مطلقة، ولا مروي عن عطاء وطاووس وجماعة، ولا مروي عن ابن عباس أيضا، ومنهم من قيد هذا للحاجة، ومنهم من قيد بيوم النفر الأول، وهذا الذي ذهب إليه الإمام أبو حنيفة، ومنهم من قيد هذا للحاجة، ومنهم من قيد بيوم النفر الأول، وهذا الذي ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، لأن الحاجة داعية لتجويز هذا، بخلاف يوم التشريق الأول فليس في ذلك نفر، فبإمكانه يؤخر الرمي إلى الليل. المذهب الثالث أنه يجوز الرمي قبل الزوال لأهل الحاجات دون غيرهم، وهذا الأقرب إلى الصواب بدليل القياس الجلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين رخص للضعفاء ليلة النحر أن يدفعوا من مزدلفة إلى منى، كانوا يقدمون منى قبل الفجر، ومنهم من يأتي بعد الفجر، فمن قدم منى رمى، وهؤلاء يرمون قبل طلوع الشمس. والأصل في جمرة العقبة ألا ترمى إلا بعد الشمس، فهؤلاء حين يرمون قبل الشمس لأجل العذر، فنأخذ من ذلك جواز الرمي في أيام التشريق للعذر. العلة واضحة، شروط القياس: الأصل ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم، الفرع وهو الرمي في أيام التشريق قبل الزوال، العلة وجود العذر، لو علل هناك فيعلل تلحق العلة. الحكم واضح حيث أنه يجوز إذا وجدت العلة، والحاجات الناس قد يختلفون أو الناس يختلفون في تحديد الحاجة، لكن قد لا يختلفون في بعض الأمور، كشخص عنده رحلة لا يمكن تأخيرها سواء كانت عبر الجو أو عبر البحر، أو ما يبقى يلحقه ضرر في ذلك سواء كان الضرر ماليا أو بدنيا أو غير ذلك، فهذا شيء من الحاجات. وأما الرمي بدون مبرر فينبغي منع هذا، وإن كان أيضا المنع قد لا يقابل وينهض إلى التحريم، لأنه جاء فعلا ولم يأتي قولا، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم قد يحمل على الاستحباب دون الإجاب.
إلا أنه قد اعترض على هذا بكون ابن عمر قال كنا نتحين، وقد يجاب عن هذا فيقال كانوا يتحينون لقوة ورعهم وعظيم إيمانهم، فلم يكن الواحد منهم يفرط في الأمور المستحبة، وليس هذا بدليل صريح على الإجابة. وإذا كان الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم يختلف فيها الأصوليون الفقهاء، منهم يقول بأنه للاستحباب، منهم يقول بأنه للإجاب، كما قال في المراقي وافعل لدى الأكثر للوجوب وقيل للندب أو المطلوب وقيل به، فكيف بالفعل المجرد، فكيف بالفعل المجرد. وعلى كل الحاج لا يرمي قبل الزوال في أيام التشريق، ولكن رمى بفتوى فإنه يعذر بذلك لأن مسألة اجتهادية، وإذا رمى لعذر فالقياس جلي في هذه المسألة وله السلف كما تقدم في قول ابن عباس رضي الله عنهما. هذا السائل يقول ألا يقال بأن تأجير الخيام يقصد بتأجير الخيمة لا تأجير المكان؟ وهذا ما أشرت إليه، هذا لا إشكال لأن تأجير المكان تقدم أنه موقوف، كيف يضع خيمة في أرض موقوفة؟ وهذا لا إشكال فيه. نعم المقصود تأجير الخيمة، وأيضا تأجير الخيمة الذي أذن فيه، لأن المقصود تأجير الخيمة في الأرض، لماذا يضع في أرض لا تحل له؟ فإن قيل أن المصلحة تدعو لهذا، فنقول إذا دعت المصلحة لهذا فيتخذ من بيت مال المسلمين وأن الشركاء في هذا فلا تؤجر عليهم، وفي نفس الوقت دعت المصلحة لهذا فيتخذ من بيت مال المسلمين وأن الشركاء في هذا فلا تؤجر عليهم، وفي نفس الوقت إذا قيل بالتأجير تقدم أحد أمرين، إما أن يقال حتى تستوفى القيمة التي من أجله وضعت أو في تستوفى القيمة في قيمة الخيمة التي وضعت، أو تباع بثمن بخس أو تؤجر بثمن بخس بما لا يضر بالآخرين. وفي نفس الوقت أنه نازع في الأصل، مثل مسألة فقهية ومتعلقة أيضا بأحكام متعلقة بالمصالح العامة مصالح المسلمين، فالأرض موقوفة فليس لحد يقيم عليها شيء، إذا أقام عليه شيئا يبذل ذلك مجانا، وإذا تعذر هذا فقد قلت لأحد أمرين، إما أن تؤجر بثمن بخس أو تؤجر حتى تستوفى القيمة، فإذا استوفت القيمة في السنوات القادمة لا يأخذون شيئا على الحجاج. نعم. الأخ يقول هل يعد حمل المرأة مسوغة اليوم 11 لما استطاعت أن ترمي ليلا أو لا تستطيع أن تؤخر الرمي إلى آخر يوم فتمكن المرأة من الرمي قبل الزواج، أما إذا استطاعت في يوم التشريق الأول أن ترمي ليلا وفي يوم النفر الأول تريد أن تنفر ولا تستطيع لوجود المشقة أن ترمي بعد الزوال فحين ترمي قبل الزوال، إذا ما استطاعت والصحبة يريدون المضي ولا يريدون الانتظار فحينئذ توكل. ولا ليس بلازم أن يصوم الثلاثة في الحج إذا كان يكون محرما، تقدم الحديث عن هذه المسألة، فثلاثة أيام في الحج ليس بلازم أن يكون محرما، قد استحب بعض الفقهاء يكون محرما ولكن ليس بلازم يكون محرما لأنه لا دليل على استحباب أن يكون محرما. الله جل وعلا أن يكون محرما، الله جل وعلا ثلاثة أيام في الحج سواء كان محرما أو غير محرم. هذا السائل رمز نفسه بعد الحرمين يقول رجل صام كفارة قتل الخطأ وابتدأ الصيام في رابع أيام شهر شوال هذا العام جهلا منه أن العيد ثلاثة أيام، لأن عيد الفطر يوم واحد باتفاق الأئمة بدليل أنه يبتدأ صيام شوال ثاني أيام السد من شوال ثاني أيام شوال، فلو كان هذا عيدا لم يجوز الصيام، وهذا لا يختلف فيه الفقهاء والأئمة رحمه تعالى، فإن عيد الفطر يوم واحد. فما قوله فمتى يفطر؟ لا يزال يستمر في الصوم يواصل صيامه ولا يفطر إلا يوم النحر وثلاثة أيام بعد في أصح قول بعد في أصح قولي العلماء، فلا يحل له أن يصوم أيام التشريق وهي ثلاثة أيام في أصح قولي العلماء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، رواه مسلم في صحيحه من حديث نبيشة الهذلي. وقد أخذ من هذا الحديث جمهور الأئمة بأنه يمتنع
على الحاج وغيره صيام أيام التشريق، وهي 3 أيام غير يوم النحر، ولا يرخص للحاج أن يصوم هذه الأيام إلا إذا لم يجد الهدية. فقد قالت عائشة وابن عمر رضي الله عنهما: لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدية. رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. ثم قال الأخ: ماذا يفعل في 3 أيام الأولى التي أفطرها من شوال؟ لا يصنع شيئا، يواصل حتى يستكمل شهرين، يواصل حتى يستكمل شهرين. ثم قال: هل يفطر في يوم عيد الأضحى؟ هذا واجب بالإجماع، ويفطر 3 أيام بعده، ثم يبتدئ الصيام في اليوم الرابع عشر، لأنه يفطر اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويبتدئ الصيام في اليوم الرابع عشر. هذا السائل رمز لنفسه يقول من بقايقون المنطقة الشرقية، طبعا يقول: هل يحل للحاج أن يحل بعد رمي جمرة العقبة، أو لا بد من فعل 2 من 3؟ مذهب أحمد المشهور عنه بأن الحاج لا يحل حتى يفعل 2 من 3، وهذه 3 هي رمي جمرة العقبة والحلق والطواف بالبيت. فإذا أتى ب2 من هذه 3 حل، وإذا لم يفعل فلا يحل. وهؤلاء يستدلون بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وهذا الخبر ضعيف وفيه اضطراب، ولا يختلف الحفاظ في ضعفه. ولو كان الخبر ثابتا لم يكن في دلالة على فعل 2 من 3، لأن الخبر مقيد. والقول الثاني في المسألة أنه إذا وصل الجمرة حل دون أن يرمي، وهذا الذي ذهب إليه أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى، وهذا مذهب ضعيف. المذهب الثالث أنه إذا رمى وحلق حل التحلل الأول دون اشتراط فعل 2 من 3، وهذا قاله عمر رضي الله عنه في رواية عنه، روى ذلك مالك في الموطأ بسند صحيح. المذهب الرابع أنه إذا رمى حل، وهذا أفتى به عمر رضي الله عنه لحضرة كابر الصحابة ولم ينكر عليه أحد، والإسناد إلى عمر صحيح، وأفتت به عائشة وعر بن الزبير، وهذا الذي صار إليه جمع غفير من الأئمة، ورجح ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، على خلاف بينهم في موضع الاستدلال. منهم من يستدل أيضا بأحاديث ضعيفة كحديث أم سلمة: إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. هذا في ضعف وفي زيادة لم يأخذ بها الجمهور، فإذا غربت الشمس ولم تطوفوا بالبيت عدتم حرما كما بدأتم. وهذا الخبر في نكارة جاء من رواية محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه عن أم سلمة، وفي الخبر ضعف وفي عدة علل. إذن الصواب أن الحاج يحل بمجرد الرمي، يحل التحلل الأول بمجرد الرمي. يستثنى من ذلك القارن، يستحب له أن لا يحل حتى يرمي وينحر، وهذا على وجه الاستحباب وليس على وجه الإجابة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له: ما شأن الناس حلوا ولم تحل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني لبدت رأسي وقلدت هدي، فلا أحل حتى أنحر. اختلف العلماء في معنى هذا الخبر، فقيل: فلا أحل حتى أنحر، أي حتى أرمي وأنحر، وهذا على وجه الاستحباب. وقيل: المعنى
حتى أدخل في يوم النحر. نعم ينحر. نعم القارن يسحب عليها الليل حتى ينحر على فهم الحديث الفهم الآخر. هو ليس يسمى قارنا الذي ساق الهدي. إذا ما ساق الهدي النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من لم يسق الهدي أن يحل، ولا يتقدم منه على وجه الاستحباب. هذا السائل يقول هل يصح أن نقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل مكة بأن يتموا الصلاة لأن ذلك كان سفرا في حقهم؟ تقدم توضيح هذا وأن هذا هو الصواب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل مكة حين قدموا إلى منى أن يتموا الصلاة لأن ذلك سيعتبر أو يعد سفرا في حقهم. ومسألة خلافية منهم قال لأنهم لأجل النسك يعترض على ذلك بأنهم يتمون في مكة ولا يزالون في نسك، فكان هذا دليلا بأنهم لا يزالون في سفر. ولكن يختلف الوضع من زمن إلى زمن، لأن الإنسان قد يكون في وقت مسافر ولكن في الوقت الآخر مثل اختلاف الأمكنة واختلاف الأزمنة. فلذلك حين اتصلت الآن منى بمكة العمران فالإنسان يذهب راجلا وربما لا يحتاج إلى زاد ولا إلى شيء من ذلك، ويرجع يتغدى مع أهله ويتعشى مع أهله ثم يذهب ويبيت في منى. فحين لا يعد هذا سفرا فإنهم يتمون ولا يقصرون، ومن رأى يفتي بأنهم يقصرون. نعم. لا الأخ يقول قوله صلى الله عليه وسلم فلا أحل حتى أنحر، ما هي القرينة الدالة على صرفه؟ أولا الحديث في مختلف في فهمه، من قال لا أحل حتى أنحر أي حتى أدخل في يوم وقت النحر، وليس المعنى حتى أنحر، بدليل أنه لو نحر دون أن يرمي لم يحل. في قول أكثر الأئمة بل حكى بعض العلماء اتفاقا باستثناء مذهب ابن حزم إذا وصل الجمرة حل. فعلم من المعنى حتى أنحر حتى يدخل وقت النحر باعتبار أرمي ثم أنحر، فلهذا المعنى الاختلاف في معناه. والمعنى الآخر حمل هذا على الاستحباب، حين حف بالحديث بعض المعاني تجعله ليس واجبا حمل على الاستحباب. فإن الصوارف لا يشترط أن تكون قوية بمنزلة النص، لو كانت قوية بمنزلة النص، لو كانت الصوارف غير قوية يؤخذ بها، شرط أن يكون الصوارف في شيء من التعسف أو لي النصوص. الصوارف في هذا باب كثيرة، كفتوى مثلا فتاوى الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفرقون في هذا الباب، وكظاهر النص قال حتى أنحر بدلنا لو نحر ولم يرمي لم يحل، فهذا إشارة قوية لأنه إذا رمى ونحر أي على الاستحباب أو أنه دخل وقت النحر على القول الآخر في فهم الحديث. هو خبر بلا شك الحديث، لكن يخبر عن واقع لا أحل كان يمتنع في حقه الحل، وهذا الامتناع هل هو على وجه الإجابة على وجه الاستحباب؟ الظاهر والعلم عند الله أنه على وجه الاستحباب، لأن المسألة كان يفعل الأكمل والأفضل. نعم لا يختلف، يجوز تأجير بيوت مكة ويجوز بيعها باستثناء أماكن العبادة كالحرم، لا يجوز أماكن العبادة كالحرم لا يجوز بيع حجرة، بناء حجرة في وسط الحرم ثم تأجيره هذا حرام. أما البيوت القريبة من مكة التي يملكها الناس فلا حرج من بيع وشرائها، بدليل ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، هذا متفق عليه، فهذه دلالة قوية على جواز البيع والتأجير في مكة. وهذه في نفس الوقت مسألة خلافية منهم من ذهب إلى هذا، والنص قوي في هذا الباب، الخبر متفق على صحته. ومن من منع البيع والشراء في مكة، ومن من رخص في البيع دون التأجير، والصواب من ذلك أن يجوز البيع والتأجير في مكة، ولكن ينبغي أيضا عدم المغالاة في هذه الأسعار لتمكين الحاج والمعتمر من أداء العمرة والحج على أكمل وجه. وفي نفس الوقت يعني في ظل هذه الظروف الآن، ظل وجود المذاهب وكثير من البدع بل وبعض المشركين الذين يحجون يظهرون بعض مظاهر الشرك، الرافضة الاثني عشرية يحجون يظهرون مظاهر الشرك، يعني ينبغي الإنسان لا يؤجرهم ويمتنع من تأجيرهم لأنهم يستأجرون يظهرون مظاهر الشرك. أما لو كان مثلا يلتزمون بأداب أهل الإسلام ويظهرون مظاهر الشرك ويظهرون البدع ولا ينشرون الشركيات في البلد الذي طهر وأمر بتطهيره من ذلك،
هذا يؤجره، أما حين يستأجر ويظهر مظاهر الشرك فإن الإنسان يتورع ويبتعد عن تأجيرهن. نعم، هذا حكي عن بعض السلف أنه من استأجر ولم يدفع الأجار، ولكن لا أرى الإنسان يفعله، حتى لو كان الإنسان ما يرى التأجير في مكة ليس له يسطو على حقوق الآخرين بأخذ قول عالم الإنسان يستأجر ولا يدفع مبلغا، أرى أنه خيانة، هذا شيء من الخيانة، حتى لو كان الإنسان يرى ويذهب للمذهب الآخر فيتأدى بأداب أهل الإسلام، ما لم يؤتمنك فأد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا سيما أن هذا القول فيه ويتملك الإنسان، جاز له يبيع وجاز له أن يؤجر. حتى عمر رضي الله عنه مع ما روي عنه لأنه يمنع من ذلك، هو اشترى دار السجن من صفوان، والخبر في البخاري جاء في البخاري معلقة، وقد وصل عبد الله بن أحمد عن أبيه في المسائل وإسناده الصحيح، وأنت بعض العلماء يرى أنه لا تنافي بين نهي عمر وبين البيع والشراء، لكن الدلالة واضحة في البيع، فالذي يتملك له أن يؤجر، وأنت بعض الفقهاء